هؤلاء هم أطفال غزة، تغيرت حياتهم في ثوان منذ بداية الحرب. فقدوا الأم والأب والعائلة والقدرة على مواصلة الحياة. لما شفت أمي صير تعيط وأشر هذه أمي هذه أمي، ودونا على الشحة بعدها ودونا على غرفة، لقيت أمي فيها صرت تعيط من الوجع. اليوم عيد ميلاد أختي وإحنا وياها كنا نحب بعض، ومرات بنحب بعض، مرة بنتصالح، مرة بنلعب مع بعض، أي إشي بنعمل مع بعض. إيش أمنا تادي البنت الصغيرة عم سنة إنها ضلها يتيمة بدون أم، ما تلاقيش قولت ماما انحرمت من مدري الزلمة. خلال الأشهر الأربعة الماضية أكثر من 11,500 طفل قتلوا في غزة بحسب وزارة الصحة الفلسطينية، ومن نجا شهد وفاة أحبائه وأصبح في عداد الأيتام، وآخرون يعانون من إعاقة جسدية، وعشرات الآلاف في حالة صدمة إلى الأبد. يعني عم صار يجيني كل يوم، بعدين سألته قال لي أخوك استشهد، بعدين قال لي أمك، وأنا حسيت يعني أنا ما قال ليش أمك وأبوك استشهدوا، أنا حسيت ما قال ليش، أنا حسيت قلبي هيك، أنا حسيت